مساء الخير ناصر، مرحبا أسعد الله رجاء. أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم إلى تفاصيل الحصاد الذي يأتيكم عبر أول قناة إخبارية في الجزائر. بداية مشاهدينا، نستهل الحصاد بالتفاصيل الحصرية والمثيرة التي انفردت بها قناة النهار إزاء ما بات يعرف بالمكمل الغذائي الخاص بداء السكري. رحمة ربي، أين تحصلت قناة النهار على مراسلة رسمية مكتوبة وصوتية من كلية الطب بجنيف سويسرا تتضمن تبرؤ مسؤولي كلية الطب بجنيف من اسم توفيق زعيبط؟ نتعرف على تفاصيل القصة الكاملة في سياق تقرير أحمد قارة ووليد بوهراوة. هوشة إعلامية، تقاذف للتهم وتنصل من المسؤوليات. رحمة رب منتوج بلمسة جزائرية، حمل التوقيع من قدم إلينا ككفاءة يحسب لها ألف حساب قبل أن يتبين في الأخير أنه محتال. تمر الأيام، من دواء هلل له الجميع إلى مكمل غذائي، لكن ما لم يكن في الحسبان أن آمال المصابين بداء السكري سيتبخر، فالحلم تحول إلى كابوس وبينهما خيوط فضيحة من العيار الثقيل. إنه توفيق زعيبط الذي أصبح اسمه الأكثر بحثاً في محرك جوجل على شبكة الإنترنت. تزايدت الأحلام ومعها زاد افتخار الجزائريين، فأحد شبابنا صنع ما يشبه المعجزة في عالم الصناعة الصيدلانية رغم مناورات روبيات ومافيا الدواء. قناة النهار وفي عمل استقصائي بمقاييس احترافية وفي خطوة منها للبحث في سجل هذا المخترع توفيق زعيبط، توقفت عند جزئية دكتور ومتخرج من كلية الطب بجنيف السويسرية، لكن لكم أن تتخيلوا ما حدث. توفيق زعيبط لا يحمل أي شهادة في الطب، هو الذي ادعى أنه خريج كلية الطب في جنيف السويسرية. راسلنا جامعة جنيف كلية الطب وكانت الإجابة صادمة. لا يوجد في قاعدة بياناتنا الطلابية ولا الباحثين اسما مطابقا لهذا الاسم. Bonjour madame, je suis le journaliste algérien qui vous a appelé ce matin. Madame, c'est juste pour une confirmation, on cherche toujours est-ce que ce nom existe chez vous dans la fac ou pas, monsieur Toufir Zaibat. Est-ce qu'il a effectué ses études supérieures à votre au sein de votre université? Cette personne n'a jamais fait partie de l'université de Genève. Il n'a jamais été chez vous, madame. Vous confirmez? Oui. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Très bonne journée. À vous aussi, madame. Au revoir. Merci. Au revoir. فهل تحايل زعيبط على كل الهيئات الرسمية الجزائرية من وزارة الصحة إلى التجارة وأنتج ثم روج لمكمله الغذائي وهو مجرد هاوي؟ وهنا السؤال المهم، هل نحن أمام محتال ذكي أم إدارة فاشلة في تسيير ملف واحد تحت ضغط الإعلام؟ توجهنا إلى وزارة الصحة، اتصلنا بمسؤول في مبنى وزارة الصحة وهو أكثر المتحكمين في الملف، ولكنه رد علينا برسالة قصيرة أكد لنا فيها أنه لا يستطيع الإجابة. إذن فليتحمل مسؤوليته، وهذا شيء خطير جدا. قناة النهار قامت بعملها الاستقصائي من باب كشف الحقيقة لا غير، فالكفاءات الجزائرية معترف بها في كل دول العالم، لكن الكذب والتدليس غير مقبول، خاصة وأن 12% من مرضى السكري في الجزائر تحولوا إلى فئران تجارب. الجميع سكت إلا النهار، لن تسكت عن قول الحقيقة.